بهذه المناسبة أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن يوم التأسيس يمثل مرحلة أساسية للنهضة السعودية الحديثة وما تشهده من تطور شامل في المجالات كافة. كما أكد معاليه على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وما يربطهما من أواصر المحبة والأخوة ووحدة الهدف والمصير المشترك، في ظل دعم وحرص واهتمام جلالة الملك المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية السعودية حفظهما الله ورعاهما. وأشاد رئيس مجلس النواب بما تشهده العلاقات البحرينية السعودية من تعاون ثنائي بارز وتكامل وتنسيق متميز في كافة المسارات بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية حفظهما الله.